تعرضت مدينة قنا في الأسبوع الماضي لسيول جارفة لم تعهدها المدينة من قبل، فقد غمرت المياه الكثير من الطرق والحقول ووصلت إلى المدينة نفسها فهدمت المنازل والمباني والمنشآت. وكان من جراء ذلك أن فقد آلاف المواطنين منازلهم وأصبحوا بلا مأوى. وقد سارعت حكومة الشعب لتخفف عن هؤلاء المواطنين آلامهم وأحزانهم، فسافر إلى قنا البكباشا حسين الشفعي وزير الشؤون الاجتماعية ليشرف على عملية إنقاذ المنكوبين ومواساتهم، وحتى يجدوا طعاما وغذاء وكساء ودارا يلجؤون إليها. ولم تحل مشاغل السيد الرئيس جمال عبد الناصر دون أن يسافر إلى قنا ليطمئن على أحوال مواطنيه في هذه البقعة من بقاع مصر. وصل الرئيس إلى قنا أصحابه وزراء الإرشاد وشؤون البلدية والقروية والصحة والأوقاف، وطافوا بأنحاء المدينة المنكوبة ومعهم وزير الشؤون الاجتماعية، فاستقبلهم أهالي قنا بالشكر والدعاء. وتفقد السيد الرئيس وصحبه والمنشآت العامة التي أعدت لإيواء المنكوبين. حان موعد صلاة الجمعة شارك الرئيس أهالي قنا الصلاة في مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، وانطلقت الدعوات بأن يحفظ الله لمصر قادتها ويسدد خطاهم. في كل مكان قصد إليه الرئيس كان يستبصر من المنكوبين عن أحوالهم مواسيا ومشجعا. ساهمت سيدات الهلال الأحمر بمجهود كبير في تخفيف آلام المنكوبين، فقمنا بتوزيع الملابس والأغذية والأدوية عليهم. كما قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعبء الأكبر في رعاية هؤلاء المواطنين والعناية بهم. وغادر الرئيس جمال عبد الناصر مدينة قنا في طريق العودة إلى القاهرة. وقد أبى أهل الصعيد الكرام إلا أن يقف القطار المقل لسيادته في كل محطة من المحطات التي تقع على الطريق، ولبى الرئيس دعوة مواطنيه الذين خرجوا ليعبروا له عن إيمانهم العميق بالثورة وقادة الثورة.